دايم دايم. سياسة الرئيس كيف تنظرون اليوم إلى هذا الأرض الانتخابي؟ هذا يوم المشروع. هذا يوم المشروع. الانتخابات المبكرة مطلب شعبي واستحقاق وطني كبير، فرصة العراق للانطلاق نحو الإصلاح وتحقيق ما يتطلع إليه العراقيون من حياة حرة كريمة. نتمنى لكل مواطن أن يمارس حقه الدستوري في المساهمة في رسم مستقبل بلده، وإن شاء الله إن شاء الله ننتهي إلى وضع يليق بالعراق ويليق بالعراق. لنركز على ما هو الأهم، ألا وهو إعمار بلدنا وأيضا احترام حقوق مواطنينا. واليوم يوم المواطن، هنيئا للعراق وإن شاء الله إلى نجاح وتحقيق ما هو مشروع لهذا الشعب. بياني تام باش أمر الرجل شي قرنجا الرجل شي ميجوية بهواي أوي هاولاتياني عراق بتوانن بجدار بن لدياري كردني چار نوسي خوان أمر الرجل شي قرنجا بو همو بيكار دكاني عراق بخلطي كردستاني شوا بجداري كردن لبروسي هل بجاردن قرنجا بو أوي دنگي هاولاتي لدياري كردني آين دي ولاتكيانا برجستب بيه و ام هەڵبژاردنە بجاردنا جیاواز لە هەڵبژاردنەکانی رابردو هەڵبژاردنی چی پێش وقتا کۆمەڵێک پرسی گرنگی چارەنووسا سەبارەت بە هاوڵاتی سەبارەت بە ئایندەی عێراق پیایەک لا یەکگرتەوە مقامت الرئيس نو العرب للقوى الراغبة في إجراء تغييرات سياسية. على أي حال اليوم يوم المواطن، المواطن سيتكلم سيدلي بصوته، غدا سنسمع النتائج وبناء على قرار الوطن سننطلق الى ما هو مطلوب ان شاء الله. كيف تقيم مدى الحكومه فقط الرئيس؟ بس الشريط الرئيس